الحوثي بالعكس خسر كثيرا وتعرض لضربات ميدانية موجعة. اليوم نقل عن أن هناك مبادرة جديدة يعلنها تمرد الحوثي لإعلان وقف إطلاق النار. من الواضح أن الاستهدافات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين ثم الذي جرت الليلة الماضية أصابت صنعاء في مقتل. لذلك أعلن اليوم عن مبادرة لوقف إطلاق النار، لا يزال التحالف يدرسها لكي يتثبت من جديتها. هذا أمر. الأمر الآخر مشاورات، انعقاد المشاورات باعتقادي أنه نجاح أيضا يضاف لنجاح التحالف العربي، ثم أيضا تعريجا على حديث ضيفك الكريم الذي ألقى بالمسؤولية على التحالف العربي، باعتقادي أن الشرعية اليمنية والأطراف اليمنية كلها لم تقم بواجبها تجاه الشعب اليمني ولم تقم بواجبها تجاه تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية. لا زالت الشرعية تستكين في فنادق الرياض، ولا يزال الجيش اليمني يستكين في مأرب، ولم يخطو خطوة واحدة هجومية، بل لا زال يفضل الدفاع المنتقى، يفضل الدفاع المنتقى. لذلك أقول أن العمليات واستمرار العمليات تعتمد كثيرا على الذراع العسكري للتحالف العربي وعلى الرؤية والمبادرة السياسية التي أعلنتها الرياض من خلال مشاورات الخليجية. فأعتقد أنه يعتبر انتصار جديد للتحالف العربي متى ما تداعت كل الأطراف اليمنية، كل الشخصيات اليمنية المستقلة. فأعتقد أن التحالف العربي اليوم يسجل مزيد من الانتصارات العسكرية ويسجل مزيد من الانتصارات السياسية. العمليات الإرهابية بكل تأكيد العمل الإرهابي في أي لحظة يحدث، لكن لا يحسب انتصار عسكري، ولم يخل في الموازين العسكري، ولم يخل أيضا في موازين القوة. لا يزال التحالف العربي يمسك بزمام المبادرة في اليمن.